رجعت لكم بعد الفاصل. دخلت الطاجن اللي فيه اللحمه الموزه الجميله اللي عملناها الفرن، ودي الفراخ. بصوا انا ما زودتهاش اي حاجه، انا طفيت عليها واحنا خارجين الفاصل في نفس اللحظه. لو زودت عليها ميه قلت عشان ما استويتش، ده هينشف ومش هيبقى فيه عصاره. هي حبه الخل او الليمون اللي تحطوهم هم دول بس هيخلوها جميله جدا. تعالوا بقى نشوف قصه الرقاق. احنا معانا النهارده رقاق طري بيتي معمول في البيت، جميل. بصوا اعملوا بالحجم اللي انتوا عايزينه، صغير كبير، المهم احنا لما بنعمله بنقفل عليه علشان ما ينشفش، ونحطه في كيس نايلون. يعني انا قبل الحلقه كنت حاطاه في كيس نايلون، هحطه جنبي كده. بصوا قصه الرقاق بتاعنا دي اللي هنعملها النهارده سهله جدا. نوع من الرقاق لذيذ وسهل وينفع فطار وكانه ساندوتش، ممكن لو ولادنا رايحين في مكان نلفه لهم. ده بقى الساندوتش المصري الاصيل. هجيب هنا حتة جبنة، يا ريت تكون شرايح جبنة مدخنة، بتدي طعم حلو قوي. أي حشوة بقى أنتوا بتحبوها. وهحط فلفل رومي وفلفل حامي. الفلفل الحامي بصوا يا دوبك شريحتين اتنين، خلاص يعني أنا أهو كده. حابين بقى تحطوا رشة بردقوش ممكن، رشة زعتر ممكن. وهجيب شريحة الفراخ، انا ممكن احط يعني قطعه ونص عشان ايه يعني هو ياخد، يعني نعمله يبقى حلو، يبقى سندوتش كويس. بصوا بقى ممكن نروح حاطين عليه ايه، حبه كاتشب من جوه، وممكن نحط الاضافات دي بقى ترجع لكم شويه مسترد. اللي عايز يحط يحط، واللي مش عايز ما يحطش. وهقفله كده. وعندي هنا حتة زبدة صغيرة هدعكها كده قبل ما اقفل، علشان انا عايزة ايه يبقى يعني ما يبقاش معجن. حطيت التانية عليها اهو، هدعك كده بالزبدة، ممكن زبدة ممكن زيت. هقفلها كده وهنجيب طبق ونحطها هنا. انا هجيب عشان اسهل على نفس الشغل هنا دي، وهجيب ورقه رقاق تانيه لازم نغطيه علشان ما ينشفش. برد الشتاء مخلينا كلنا بنكح. هجيب اهو حته زبده اسهل عليكم اكتر، نعمل كده ندهنها كلها كده تبقى القصه حتى اسهل. واللي بره هندهنه لما نخلص. واحط هنا كده شرايح، واجيب من الفراخ اهو، والفلفل، الفلفل الحامي، احط شريحه واحده ممكن، رشه بردقوش، لو عايزين نحط رشه ملح ممكن برضو نحط، نحط كاتشب، مستردة، ده ما ادهنش يبقى ادهنه. بصوا هي لو زبده سايحه يكون افضل، بس انا بجيب الزبده ساعات سايحه وجو برد واحطها جنبي هنا على ما نبدا الحلقه بتجمد. فانتوا يعني لو الوقت معاكم حلو كده، اهم حاجه تدهنوا اللي جوه، اللي بره كده كده هياخد من اللي هيكون في الطاسه. اهو نجيب واحده تانيه، وكل مره نغطي الرقاق، يعني كل مره نحاول نغطيه. بصوا يعني انا هدهن الزبده هنا وهحط الزيت على النار عشان ما يتحرقش. ونجيب برضو قطع الجبنه ونحط فراخ، الشرايح دي قليله اهو، والفلفل الحامي نحط عودين كده، ونحط ايه تاني، رشه بردقوش، وادي المستردة والكاتشب. وهقفل، ادي ده جه كده، ده عليه زبده هيجي فوق ده، هنا مفيش زبده نحط ونقفل. انا حاسه ان انا قفلته صغير قوي، عايزاه يبقى قد اخواته. انا مسخنه هنا بس امسح ايدي. هجيب الزيت
مش هحطه لما يكون سخن. ممكن اخد واحده تانيه اعملها على ما يسخن. بصوا احنا واقفين بنتسلى على فكره، يعني في حاجات شغلها تحسوه مش ضغط عصبي، تحسوه تسليه. اهو، وهحط فيها برضو قطع الجبنه، ونحط فيها شرايح الفراخ وفلفل. نفس القصه اللي احنا عايزينه، هنا حته واحده بس من الفلفل الاحمر اهو، وادي الكاتشب. على فكره لو في برضو مايونيز بيبقى حلو. دي فيها الزبده هتيجي عليها، هنا نحط حته زبده، وهنا. والله قصة ممتعة، أنا بحب قوي أي حاجة ليها علاقة بالمخبوزات. مخرجنا نفسه يتعلم طبخ، المفروض يعني إن هو طول النهار قاعد بيخرج برامج طبخ، بس هو بيعرف، لأن أنا أوقات كتير بخليه في الفواصل يدوق الأكل معايا، وبتكون نتيجة دلوقتي يعني حلوة. بيقول لي رأيه لا ناقصة ملح، فعلا بتطلع ناقصة ملح كده. كتر الشغل بقى في المجال بيعلم، ده غير انها بتبقى برضو هواية في الاول وفي الاخر. بصوا بقى اضغطوا عليها كده، شفتوا؟ عشان كده انا ما دهنتش بره. ليه؟ لاني قلت بره هياخد من الزيت. لا لسه انا هسيبها براحتها، طالما انا بعمل لسه عندي مجال تاني. ممكن احشي واحد، على فكرة احنا ممكن نحشيه ونحطه في الفريزر، يعني ده ممكن يتحشي ويدخل الفريزر ونطلعه يفك زي العيش، ونعمله في وقتها لو احنا عايزين. بصوا جميل ازاي. اهو، وهحط بقى فراخ. بصوا اللون، بصوا اللون قد ايه جميل. الله، هنحط الفلفل، وهنحط الحامي، وهنحط ايه تاني؟ هنحط بردقوش، وهقفل عليه وزبدة تاني من هنا كده ومن هنا، وهقفل، وهبدأ بقى اجيب طبق واطلع. بصوا اللون قد ايه جميل. حط بقى بقيه الرقاق. هحاول اروق بقى الدنيا حواليا كده علشان ايه اجيب طاجن اللحمة بتاعنا، ونشوف هنقدمه ازاي. هنخلي الفراخ هنا دي عشان لسه ممكن اقدم بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا مجهزة رز ابيض، وهجيب كده بقى. بصوا الصوص دوت اللي كله كان على وش اللحمه، انا هقول لكم ده تاني دلوقتي وانا بغرف. احنا تبلنا دقيق وحطينا فيه ايه؟ اللحمه الموزه. بصوا بقى ليه احنا حطينا كل الصوص فوقها؟ عشان احنا مش عايزين قطع اللحمه تتحمر، عايزينها تبقى الصوص هو اللي واخد اللون، وهي هتلاقوها من جوه اللحم بتاعها دايب يعني. والجزر، بصوا الجزر مديها لون جميل ازاي، يعني ممكن نخلي حبه جزر كده عليها، بس ما نبقاش ايه عليها كلها، يعني نحاول ناخد الجزر ده ونحطه من تحت كده بالصوص ده، ويبقى تحتها بس. هنا اهوت اشوف الرقاق علشان ايه ما يتحرقش مني، اضغط عليه، لو في واحدة فتحت اضغط عليها.
بصوا بقى القطع قد ايه جميله بتاعت الموزه. طاجن اللحمه عندنا جميل، ممكن هنا نزينه بعود اي حاجه خضراء. بس نكسر اللون كده هو بحاجه خضراء نحطها من قدامنا. وده الرقاق الجميل بتاعنا. هختم حلقتي معاكم وانا بقلب في الرقاق، شفتوه جميل ازاي؟ بس اوعدكم ان انتوا هتشوفوه معروض. ولو عجبتكم وصفاتي استنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا، انا مستنياكم.